هبدأ رئيس حركة مجتمع سلم عبد الرزاق مقري رفضه للدستور القادم وتمريره على برلمان المجتمع بغرفتي، معتبرا أن مشروع الدستور القادم لا يحمل بوادرا للتوافق، مجددا مطالبته بتنصيب لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات وعدم مشاركة الداخلية في التنظيم. ولا توجد أي بادرة منكم لتوافق حقيقي للنقاش بين الأحزاب حول قال هذا رأي وهذا رأي وكيف نتقاربوا، لا يوجد أي بادرة لهذا الموضوع على الإطلاق، لا توجد أي بادرة، ما أريكم إلا ما أرى. ثم بعد ذلك لازم نختصر الموضوع، المعارضة التي تريد الخير لهذه البلاد قالت لكم شوفوا ما نطولوا ما نقصروا، إذا تحبوا نبدأوا نتحاوروا ونتفاوضوا كان خطوة أولى. وش هي الخطوة الأولى؟ هي اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات. عبد الرزاق مقري كشف من جانب آخر وعلى لسان وزير الطاقة السابق يوسف يوسفي أن الجزائر بحلول سنة 2019 لا يمكنها تجديد العقود مع أوروبا في مجال الطاقة، وأضاف رئيس حركة مجتمع السلم معلقا بأن قول يوسفي للحقيقة هو سبب إقالته من الحكومة. كثر خير سي يوسف يوسفي اللي قالنا الحقيقة في مكتبه بأن نحن نعيش مشكلة هيكلية، وقال لي بكل صراحة نحن لسنا واثقين بأننا نستطيع أن نجدد العقود مع أوروبا في 2019، أنا نقولها قدام رأي العام ويسمح لي سي يوسف يوسفي. قال لي يا سي عبد الرزاق، قال لي إحنا كي نبيعوا ما بقي ل 2019 الأوروبيين والجزائريين وش كيف نديروا؟ نقطعوا عليهم التريسيتي؟ كي نبيعوا إحنا بترول الغاز با ندخلوا الدراهم وش نديروا الجزائريين؟ نقطعوا عليهم الغاز؟ الاستهلاك هذا كلام كلامهما جميعا، ولعل هذه من الأسباب اللي نحوه أنه أصبح يقول الحقيقة. رئيس حركة مجتمع السلم حذر زملائه في المعارضة من الدخول في الصراعات داخل التيار المعارض والحفاظ على التوافق السائد حالياً.